بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سيداتي عندنا وصفة الخبز. هذا الخبز تنجمي طيبيه في الكوشة وتنجمي طيبيه في الطاجين المطلوع. المقادير ها هي: هذا ملح حسب الطلب، الى جاك صامت انت زيدي. هنايا مغرف كبيرة ونص تاع خمارة، وسكر مغرف سكر، هنا نص كاس زيت الزيتون ولا الزيت، عندك الاختيار، انا نفضل زيت الزيتون. هنا عندنا بول تاع سميد رفيع، وهذا بول تاع فارينة. ها نمر الان للتحضير. هذا هنا في البيترا نكبو الفارينة السميد، أولا الفارينة الخميرة السكر بول تاع الماء، ونمشوا العجان. ربع ساعة نخلطوها بالخلاط ونعاود نوريو. هاي شوفوا العجينة، نخلوها تخمر ونشوفوها كي جات. في هذه المرحلة سيداتي نزيدو الملح. ها هو الملح التالي، وزيت الزيتون نص كاس زيت الزيتون. Thank you.
الزيت كاع ندخلو في هذا الزيت تاع زيت الزيتون. زيت الزيتون هذا لازم ندخلوه في العجينه هاكا هاهي دروك نخلوها تتخمر. نغطوها بفيلم اليمونتير ونخليها تخمر ومن بعد نعاود نمر. التخمير هذا تخمير عنده مدة ربع ساعة نص ساعة على حسب الغرفة اللي راكي فيها والحرارة اللي كاينها. ومن بعد نرجع ان شاء الله. هاي كي جات الخبزه دايره ناخذها دورك هيا كيطيب معايا الملح. في الأخير ها هو الخبز اللي بناه مع بعض. هذا نتاع الكوشة وهذا المطلوب.